مفاوضات الحدود ترسم الحكومة الجديدة باللون الأمريكي. فور إعلان اتفاق الإطار لمفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، بدأت التساؤلات عما سيلي هذه الخطوة سياسياً، فما جرى فتح قوة في جدار حصار لبنان الخانق؟ والسؤال المطروح الآن، كيف ينعكس هذا الاتفاق على تشكيل الحكومة؟ والأكيد أن المياه الراكدة تحركت بعدما تلازم توقيت إعلان الاتفاق والترحيب به بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية، فنجحت واشنطن في انتزاع موقف لبناني وفي نقل الملف من يد بري إلى يد رئيس الجمهورية والجيش اللبناني. كما أن مواقف الخارجية الأمريكية توحي بأن الاتفاق لا يعني وقف العقوبات على حزب الله، وأن واشنطن تفاوض فقط الحكومة اللبنانية. لذا فاستمرار أمريكا باعتبار حزب الله إرهابياً يعني أنه لن يكون شريكاً في المفاوضات ولا في أي حكومة قد تتبلور. وبما أن المبادرة الفرنسية فشلت ونجحت المبادرة الأمريكية في ترسيم الحدود، يعني أن إيران وحزب الله اختار التفاوض مباشرة مع الأصيل. وهناك قراءة لبنانية ترى أن إعلان الاتفاق يسرع عملية تشكيل الحكومة على اعتبار أن الاستشارات قد تحصل أواخر الأسبوع المقبل. من هنا يستمر الحديث عن أن الخيار الذي يكاد يكون الوحيد هو تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة، وهناك من يقول إنه الأفضل في هذه المرحلة.